اهلا بكم مشاهدينا الكرام، ونميل مباشر حلقه يوميه متجدده نتابع فيها ابرز الملفات وابرز الاحداث. واليوم نتابع الحديث والنقاش حول المؤتمر العالمي للسكان والصحه والتنميه من خلال هذا العنوان: انطلاق المؤتمر العالمي للسكان والصحه والتنميه، والرئيس السيسي يؤكد ان الزياده السكانيه من اخطر القضايا التي تواجه الدوله. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الزيادة السكانية واحدة من أخطر القضايا التي تواجه الدولة، وأضاف أن تكلفة البنية الأساسية في مصر خلال السنوات الماضية بلغت 10 تريليونات جنيه. جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسي فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يعقد تحت شعار سكان أصحاء من أجل تنمية مستدامة بمشاركة أكثر من 8000 شخص من مصر ودول العالم. المشكلة دي في بلدنا مصر من المشاكل الكبيرة، واللي كانت سبب كبير من أسباب التحديات اللي احنا قابلناها على الأقل في 2011. هو الناس خرجت ليه في 2011؟ خرجت حاسة إن الدولة لا تستطيع أن تقدم لهم المطلوب، لكن ما حدش كان واخد باله إن الدولة ما قدرتش تقدم لهم المطلوب، مش عشان هي مش قادرة، آسف، مش عايزة تديهم أو أي حاجة تانية، لا، ده هي قدرات الدولة لا تستطيع أن تلبي لهم ذلك. بدليل النهاردة أنت تكلمت على أن خطتنا خلال السبع ثمان سنين اللي فاتت تكلفت في البنية الأساسية 10 تريليون جنيه. كتير مننا بيعتقد أن المبلغ ده ما كانش ممكن أبدا، ما كانش مفروض ينفق على البنية الأساسية اللي فضلت متوقفة أو معدلات نموها لا تستوعب النمو السكاني، والناس عاشت على كده سنين طويلة وهي مش عارفة ان اللي احنا فيه ده وضع غير طبيعي. وشدد الرئيس السيسي على ان التغيير في مصر لن يتحقق الا من خلال عمل الدولة والمواطنين معا من اجل تنظيم قدرة الدولة على عدد سكانها لتقديم الرعاية المطلوبة لهم. التغيير في مصر هيتحقق بان احنا كلنا كمواطنين وحكومة وقيادة تعمل سويا بفهم ووعي من أجل تنظيم قدرة الدولة دي على عدد سكانها، لكن مش أبدا بأن أنا أقول إيه، طب زي ما حصل كده في 2011 طب نعمل ثورة ويترتب عليها أن الدولة اللي هي بتقن أساسا تخسر 400 مليار دولار عشان فهي في أحوج ما يكون لكل دولار فيهم. الله، إحنا بنتكلم في النمو السكاني هنا وانت بتتكلمني في حاجة تانية؟ لا لا لا، ده الاتنين في ارتباط بينهم تماما، لان لو ما كانش العدد الكبير ده موجود خلال الفترة ديت ما كانتش الناس حست ان ما فيش صحة كويسة، ما فيش تعليم كويس، ما فيش تشغيل كويس، ما فيش دولة مش قادرة تقدم الرعاية الحقيقية لمواطنيها. وللمتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلينا هاتفيا دكتور الحسين حسان، خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة. دكتور الحسين، يعني بعد التحية، أهمية عقد ويعني مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر، وتابعنا بالطبع كلماتي حول قضية الزيادة السكانية بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي تحدثت عن التجربة المصرية وتجارب أيضا دول مشابهة ودول أخرى على العكس من الحالة المصرية. تحياتي لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. طبعا النهاردة أنا شايف أن القاهرة أضاءت شعلة هذا المؤتمر سكان العالمي. شفنا حضور كثيف جدا لوفود من جميع أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمر ده. أنا شايف أن هذا المؤتمر لاقى صدى كبير جدا من بلدان العالم، لأن هذا المؤتمر يعني بتشهد مصر حالة استقرار كبيرة جدا، خاصة في منطقة الشرق الأوسط، في عاصمة إدارية جديدة موجودة فيها فنون معمارية مختلفة مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية العالمية،
وده يمكن اكبر انتصار انا شايفه في هذا الملف، لان احنا دايما لما بنحارب الزياده السكانيه بنحاربها بالتنميه المستدامه والمدن اللي هي مدن الجيل الرابع، وعشان كده يمكن مصر كان لها تجربه رائده في هذا الشان، ان هي اتخذت عده خطوات في مجابهة الزيادة السكانية على عكس دول كبيرة جدا أنا شايف أن هي فشلت في هذا الملف. مصر ترتيبها 14 عالميا، إحنا عندنا زيادة كل 12 سنة حوالي مليار نسمة، وده معدل كبير جدا بالنسبة للعالم. دكتور الحسين. أيوة فندم مع حضرتك. فطبعا الزيادة الكبيرة دي أثرت بالتالي على تبعات العديد من الموارد الخاصة بالتنمية الخاصة بالمواطن، فعشان كده مصر يمكن عملت طفرة كبيرة جدا جدا في هذا الشأن من خلال مبادرة حياة كريمة، ودي اللي بتشتغل على أكثر من 58 مليون مواطن، ودي يمكن أبرز الإنجازات اللي هي اشتغلت عليها مصر في التنمية المستدامة بشكل كبير جدا في هذا الشأن. ويمكن عشان كده أنا شايف أن النهاردة السيد الرئيس أوضح أن القضية السكانية كانت قضية مصيرية جدا وتمثل تحدي لكل الأجيال القادمة، وعشان كده مصر يمكن عملت خطوات أنا شايف أن هي موسعة جدا في هذا الشأن، أدخلت الثقافة السكانية في مناهج التعليم المختلفة، عملت برامج على مستوى الوزارات كلها في مجابهة الزيادة السكانية، اشتغلت على الأمن الغذائي الخاص بالمواطن، أنا شايف أن مصر عملت استعدادات قصوى في هذا الشأن. نعم دكتور الحسين، يعني في معرض حديثك تذكر أن هذه القضية هي ليست قضية جديدة، وبالفعل هي كذلك، القضية السكانية في مصر هي قديمة وجديدة ونتابعها على مدار يعني العقود الماضية. لماذا لم تنجح مصر حتى الآن في التعامل مع هذه القضية بالشكل الأمثل وتحقيق المرجو من الحملات الإعلامية أو المؤتمرات التي تتحدث عن ضرورة ضبط الزيادة السكانية، وما يمكن ما الذي يمكن أن يقدمه هذا المؤتمر في هذا السياق؟ هو طبعا احنا عندنا في مصر اكثر من سيناريو للحد من الزيادة السكانية، ويمكن مصر اشتغلت على هذه السيناريوهات، ابرز هذه السيناريوهات هي تنظيم الأسرة وتعليم المرأة وتغليظ العقوبات الخاصة بزواج القاصرات ومنع التسرب من التعليم ومنع عمالة الأطفال والاهتمام بالصحة وتمكين المرأة اقتصاديا. أنا شايف أن هذه النماذج أو هذه السيناريوهات مصر اشتغلت عليها على كافة السبل وعلى كافة الاتجاهات بشكل كبير جدا، وبشكل حتى لفت نظر العالم كله أن النهاردة مصر عملت تنمية مستدامة وحققت أكثر من 12 هدف من أهداف التنمية المستدامة رغم التحديات العالمية اللي هي بتواجه العالم كله. النهاردة في العديد من البرامج عملتها مثلا الصين على سبيل المثال، فكرة التشريعات اللي هي بطفل واحد وهكذا، هذه التشريعات فشلت على مدار الوقت وأثبتت أن هناك معدلات سوف تظهر في الصين في عام 2050 اللي هي فئة ما فوق ال 65 سنة، هذه الأعمار سوف تكون نسبة كبيرة جدا في عام 2050، فبالتالي هذه الإجراءات أصبحت خاطئة. أنا شايف أن مصر عاملة معدلات يعني منتظمة جدا وعاملة توازن في آليات التنمية، أنا شايف أن في مخاطر، بس مصر عملت طفرة في المباني والمعمار والسكن بشكل كبير جدا حتى لفت نظر العالم كله. نعم دكتور حسين، يعني السيد الرئيس قال ان في حديثه وكلمته في هذا المؤتمر ان الانجاب حريه كامله، ولكن اذا لم يتم تنظيم هذه الحريه قد تتسبب في كارثه للدوله، يعني هذا المفهوم كيف يصل الى المواطن البسيط وكيف يستوعب هذا المفهوم للتعامل مع قضيه الزياده السكانيه؟ هو عايز اقول لحضرتك حاجه، هو ان الزياده السكانيه مش معيار لقوة الأمم والشعوب، إنما هي العبرة بمستوى التقدم الاقتصادي والتنمية البشرية. أنا شايف إن مصر في تقدم وفي تنمية، بس هذه التنمية
بتتآكل مع الزيادة السكانية، خاصة أن عندي معدلات حوالي 400 ألف مولود سنويا، وده بيشكل عبء كبير جدا. أنا شايف أن أبرز تحدي في هذا الشأن هو الموروث الثقافي، وده بيبقى موجود يعني في القرى والعزب والكفور والنجوع، خاصة أنه عندي 4742 قرية، حوالي 31 ألف عزبة وكفر ونجع. هذه المقومات بشكل كبير بيبقى فيها نوع من الموروث الثقافي، اللي هي فكرة الذكر أهم من الأنثى، فبيبدأ ينجب أطفال إناث وهكذا، بتوصل معدلات كبيره جدا بالنسبه للمواليد. وانا شايف ان وزاره التضامن الاجتماعي عملت اطارات مهمه جدا في بلوره اكثر من 55 ألف منظمه مجتمع مدني، بفكره ان هي تشتغل على التوعيه بشكل كبير جدا في هذا الشان، ونجحت بشكل ملحوظ جدا. عشان كده انا شايف ان الانجاز على ارض الواقع ملموس، وشايف ان النتائج ملموسه على ارض الواقع. محتاجين نفصل وزاره الصحه عن السكان، محتاجين ندرج المناهج التعليميه الخاصه بالطلبه على مستوى التعليم ما قبل الجامعي والتعليم الجامعي، هو ده اللي احنا محتاجينه في الايام القادمه. نعم، وايضا تغيير ثقافه الشعب الانجابيه بما يتوافق مع اتجاه الدوله في ضبط الزياده السكانيه، كيف يحدث ذلك؟ ربما من خلال التوعيه، من خلال قوافل صحيه وقوافل طبيه تصل الى الاماكن البعيده او الاماكن في مختلف يعني محافظات الجمهوريه لايصال هذه الفكره، ضروره ضبط الزياده السكانيه، كيف يمكن ذلك برايك؟ هو ضبط الزيادة السكانية أنا شايف أنه هو طبعا إحنا طالما حددنا المكان أو الزمان أو التوقيت اللي بيبقى فيه الزيادة السكانية، خاصة أن إحنا عندنا معدلات وإحصاءات بتؤكد أن القرى هي الأكثر في آلية الإنجاب بشكل كبير جدا، فإذا أنا عرفت المكان فين وعرفت الزمان فين، فأنا محتاج أعمل يعني نوع من توحد جهات المجتمع المدني مع الجهات الدينية زي الأوقاف والكنيسة والأزهر الشريف. أنا شايف أن لابد أن يكون هناك حملات توعية، لابد أن يكون في خطبة موحدة تتحدث عن مخاطر الزيادة السكانية وتأثيرها على مستوى التنمية جدا بشكل كبير جدا. محتاجين المناهج التعليمية، محتاجين دور معين خاص بالإعلام، محتاجين ثقافة اسمها الثقافة السكانية الخاصة بكل الموروثات اللي موجودة. إنما مصر أنا شايف إن هي واخدة احتياطات كبيرة جدا في هذا الشأن، بحيث إن ما يحصلش عندنا كوارث، بس لازم نحذر من هذه الزيادة السكانية لما لها من تأثير على تآكل موارد الدولة، خاصة إن الدولة صرفت تريليونات الجنيهات وفي آليات التطوير في أكثر من 25 ألف مشروع. نعم، دكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. أكد الرئيس السيسي أن الدولة تمكنت رغم قلة الموارد من الصمود في وجه التحديات مثل جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وما نتج عنها من أزمات في سلاسل الإمداد. فأنا بس عايز أقول لينا كلنا، حتى للضيوف اللي موجودين معانا هنا من كل العالم اللي موجود معانا، عشان يعرفوا مثلا إن الدولة المصرية ديت رغم كل التحديات اللي بيتكلم عليها الدكتور خالد، قادرة تصمد في مواجهة أزمات زي كوفيد 19، زي الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع الأسعار وتعقد سلاسل الـ الإمدادات اللي بتيجي سواء كان للسلع أو لكده أو بتكلفتها. وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برئاسة المجلس القومي للسكان، وقال الرئيس السيسي إن المجلس القومي للسكان يحتاج إلى قوة دفع أكبر ليتعزز دوره في هذه المرحلة القادمة حتى يتحقق شكلا من أشكال النجاح، وأن يكون رئيس الوزراء مسؤولا عن المجلس. وفي مداخلة خلال جلسة السكان ومستقبل الرعاية الصحية ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، أكد الرئيس السيسي قدرة الدولة المصرية على مواجهة وتجاوز التحديات التي أمامها، وأكد أن الدولة عملت خلال العشر سنوات الماضية للتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو الاقتصادية. الجهود اللي قامت بها الدولة خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا، رغم كل التحديات اللي مرت على مصر في العشر سنين دول، لكن اقدر اقول لكم ان احنا بذلنا جهد كبير جدا، مش احنا كقياده او كحكومه، لا، كدوله مصريه بشعبها،
كانت فاهمة ومقدرة التحدي اللي موجودة قدامها، واشتغلت خلال العشر سنين دول بشكل يعني متسارع للغاية في كل المجالات من أجل أن هي تتغلب على الفرق الكبير بين معدلات النمو السكاني ومعدلات النمو اللي احنا عايزين نوصل لها. وحطت الدولة، ويمكن احنا موجودين النهاردة هنا في العاصمة في المكان ده، يمكن كتير من السادة الضيوف ما يعرفوش ان ده كان جزء من فكرة متكاملة للدولة المصرية للاستعداد للانطلاق لمستقبل أفضل لصالح مجتمعها. ال 24 مدينة اللي الدكتور خالد بشكل أو بآخر اتكلم عليهم، هو كان عبارة عن تقدير للموقف للنمو السكاني في الدولة المصرية، وقد إيه إن إحنا محتاجين نخرج خارج النطاق الضيق للدلتا اللي إحنا عايشين فيها. ولمزيد من المتابعة أيضا ينضم إلينا هاتفيا دكتور أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي. دكتور أبو بكر، بعد التحية، مصر بها الآن 105 ملايين نسمة بالإضافة إلى 9 ملايين من الضيوف أو يعني الوافدين هنا في مصر. كيف تستطيع الدولة التعايش بكل هذا العدد من السكان مع قلة الموارد كما كان يتحدث السيد الرئيس؟ بداية مساء الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. أنا عايز أقول إن الدولة المصرية النهاردة يعني وجهت رسائل مهمة وواضحة وكاشفة للداخل والخارج، كيف أنها خلال العشر سنوات الماضية يعني أدارت السياسة السكانية بشكل متميز، كيف أنفقت الدولة 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال السبع سنوات الماضية، كيف تدير الدولة ذلك الشعب الكبير 105 مليون مواطن فضلا عن الضيوف كما أشرت حضرتك 9 ملايين مواطن يعيشون في مصر، ليس في معسكرات ولا مخيمات للاجئين وإنما وسط الشعب المصري يعيشون كأنهم مصريين. جاءت تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كاشفة وواضحة للمجتمع المصري وكذلك للمجتمع الخارجي لعرض التجربة التنموية المصرية بشكل كبير جدا. يعني هذا المؤتمر مثل منصة مهمة لطرح القضايا والنقاش والحوار بين يعني فئات المجتمع المصري وكذلك للعالم جميعا. كما هو معروف المشكلة السكانية تعاني منها عديد من دول العالم، وهي تحتاج إلى نظرة شاملة تلبي موارد يعني العالم وهذا الناتج المحلي للكوكب الأرض بشكل عام، ويعني عدد السكان المتنامي. القارة الإفريقية على سبيل المثال تتنامى بعدد سكانها يتنامى بشدة مع محدودية مواردها المنتجة، وإن كانت هي تزخر بموارد كثيرة لكن يعني الحجم الناتج للقارة الإفريقية لا يناسب يعني معدلات الإنجاب المتسارعة للقارة الإفريقية، كما يعني عديد من الدول العربية أيضا. الدولة المصرية بها 105 ملايين مواطن و9 ملايين ضيف آخرين، رغم وارد الدولة المحدودة في النهاية وغير يعني الكبيرة، لكن استطاعت مصر التعايش مع ذلك الأمر وتحقيق معدلات تنمية أشادت بها يعني المؤسسات الدولية المعنية بالاقتصاد. أعتقد أن ذلك المؤتمر سيولد أفكارا يمكن طرحها على المختصين والمعنيين والمسؤولين وخبراء الاقتصاد وخبراء يعني الاجتماع ليعني دراسة هذه الظواهر وكيفية العمل عليها خلال السنوات المقبلة. نعم دكتور أبو بكر، يعني كيف يمكن أن نستفيد من تجارب الدول يعني دول العالم في التعامل مع قضية الزيادة السكانية، على سبيل المثال الصين الهند، الاستفادة من تجارب هذه الدول بما يتناسب مع الثقافة المصرية؟ أولا احنا لدينا طريقين للتعامل مع الزيادة السكانية. الطريق الأول هو يعني محاولة السيطرة على الزيادة السكانية من خلال برامج توعوية، من خلال يعني التعليم والإعلام بشكل رئيسي، وكذلك يعني وزارة الصحة يعني إيصال الرسالة للدولة لضبط الزيادة السكانية إلى جميع ربوع المجتمع المصري في النجوع والقرى والكفور والمحافظات والمدن وغير ذلك. هذا على مستوى محاربة
الزيادة السكانية. الأمر الآخر هو الاستفادة من تلك الزيادة السكانية في دفع النمو الاقتصادي للدولة للأمام من خلال تدريب الشباب القادر على العمل، من خلال يعني مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال كمسؤولية اجتماعية في يعني إلحاق الشباب للتدريب في المصانع والشركات على أساليب العمل الحديثة، وكذلك يعني زيادة دعم الدولة للتعليم الفني، وكيف نستفيد من تلك الزيادة السكانية، كيف نستفيد من المرأة العاملة، كيف نستفيد من السيدات في القرى في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. هذا على المستوى الاقتصادي يسير الطريقان في اتجاه متوازن لتحقيق يعني نهضة سكانية يمكن توزيع عادل للموارد يعني الدولة عليهم دون زيادة معدلات الفقر أو البطالة أو التضخم أو غير ذلك. كما أشرت حضرتك طبعا لدينا يعني نموذج مشرق وهو الدولة الصينية وكيف أدارت الزيادة السكانية الهائلة لديها أو العدد البشري الكبير في المجتمع الصيني، كيف يعني نظمت استفادت الدولة الصينية من قدرات الشعب الصيني في جميع المجالات الزراعية والصناعية والمجالات العلمية وفي كل المجالات استفادت من هذه الزيادة. الصين بدأت في البداية بمحاولة تنظيم النسل وطرح يعني مبادرات توعوية ثقافية للمجتمع الصيني، ثم بعد ذلك وظفت تلك القدرة العالية للمجتمع الصيني في مجالات الصناعة والاقتصاد وزيادة معدلات النمو. لدى مصر ظروف مشابهة للصين، يمكن استغلال تلك الزيادة السكانية في وتوعية الشعب في يعني عدم على سبيل المثال عدم الاعتداء على الأراضي الزراعية، كيفية محاربة البطالة. هذه البرامج يجب أن يشترك فيها جميع فئات المجتمع، الأجهزة الرسمية، الوزارات المعنية، رجال الأعمال، مجتمعات رجال الأعمال في كل المجالات. أيضا كذلك يجب أن يشترك الإعلام ويشترك الثقافة وتشترك مؤسسات التعليم، كل في مجاله للوصول إلى حلول يمكن من خلالها تحقيق الاستفادة الأمثل من الزيادة السكانية. نعم دكتور أبو بكر، يعني البعض يرى أن الزيادة السكانية عموما هي ثروة بشرية ورأس مال بشري يمكن الاستفادة منه، وأنها كما يرى البعض وأنها عامل من عوامل قوة الدولة. البعض الآخر يرى أنها تلتهم ثمار التنمية، ودائما ما تحدث فجوة بين ما يتم على أرض الواقع من نهضة أو تقدم أو تنمية وبين الزيادة الكبيرة في عدد السكان التي يعني لا تجعل ثمار هذه التنمية تصل بشكل المرجو. يعني كيف ترى ذلك بمفهوم اقتصادي؟ بالتأكيد الزيادة السكانية هي سلاح ذو حدين. إذا تم استثمار العدد الكبير من السكان في يعني طريق الصناعة والإنتاج، فإن ذلك سيكون يعني مهما للغاية وسيؤدي إلى يعني انتعاش اقتصادي يعود بالتالي على المواطنين وعلى السكان، وبالتالي لا يشعر السكان يعني الزيادة السكانية أو لا تشعر الدولة بعبء الزياده السكانيه عليها، وتظل كل مؤشراتها الاقتصاديه مندفعه. يمكن الاستفاده من الزياده السكانيه على سبيل المثال لدى مصر حوالي يعني 14 مليون مواطن مصري يعملون بالخارج في دول الخليج واوروبا وامريكا، يحولون للدوله المصريه ما يزيد عن 30 مليار دولار، وهم يعني يعتبروا المصدر يعني الاول للعمله الصعبه للاحتياطي النقدي الاجنبي بالبنك المركزي، إضافة لقناة السويس والصادرات وكذلك السياحة والاستثمار وغير ذلك من موارد. المصريين أيضا يعني يمكن نقل خبرات المصريين أو العاملين في مصر إلى الخارج عبر هذه العمالة المتدفقة إلى دول العالم المجاور والبعيد. لكن إذا لم يستغل تلك الزيادة وإذا لم يعني يتم يعني لم يتم الاستماع إلى المبادرات التي تطلقها الدولة، المبادرات المختلفة سواء المبادرات الصحية أو المبادرات التعليمية أو المبادرات الشبابية أو غير ذلك من مبادرات، فإن ذلك سيدخلنا إلى يعني عيوب الزيادة السكانية ومنها انخفاض المستوى المعيشي للأسرة وانتشار البطالة
والضغط على موارد الدولة في التعليم والصحة والمواصلات العامة، وانخفاض طبعا نسبة الأجور في القطاع العام والخاص، والزحف العمراني على الأراضي الزراعية، زيادة معدلات الجريمة، ارتفاع نسب التلوث، تأثر نصيب الفرد من المياه، تأثر اقتصاد الدولة بشكل عام. إذن الزيادة السكانية هي سلاح ذو حدين، الدولة وضعت خطط يعني تنموية للاستفادة منها، وعلى الجميع السير في ركاب الدولة في هذا الاتجاه حتى يتم تحقيق معدل يعني أقصى معدل مثمر من الزيادة السكانية للدولة المصرية. نعم دكتور أبو بكر، يعني ذكرت الاستفادة من المصريين العاملين في دول مختلفة وخاصة دول الخليج من خلال التحويلات القادمة من هذه الدول من المصريين إلى الداخل، وأيضا ذكرت الاستفادة من خبرات المصريين في الخارج في مجالات مختلفة هنا في مصر. ماذا عن المصريين في الداخل؟ يعني الثقافة لدى المصريين هي ثقافة الكم، ماذا عن ثقافة الكيف؟ أيضا زيادة الإنتاجية مع هذه الثروة البشرية كما هي بالشكل الحالي. يعني أقول للناس أننا يعني الدولة أنفقت 10 تريليونات جنيه لتطوير البنية الأساسية خلال 10 سنوات، هذا رقم عظيم وضخم لو أنفق في دولة ذات يعني عدد سكان يعني أقل من الدولة المصرية لظهرت النتائج بشكل فوري ويعني كبير. يعني يجب أن نركز في خلال السنوات المقبلة على سياسة الكيف وليس الكم، يعني أن يكون لديك ابن أو اثنان يعني تربيهم تربية حسنة وتنفق عليهم في كل مراحل حياتهم، وأن يكونوا بوضع صحي وتعليمي جيد أفضل من أن يكون لديك أكثر من ذلك ولا يتمتعون يعني سبل الحياة الآمنة من صحة ومعيشة وتعليم وغير ذلك. يعني هذه نقطة مهمة يجب توصيلها للبسطاء من الشعب المصري في القرى والنجوع والكفور والمدن يعني الاهتمام بالكيف وليس الكم. يجب استيعاب النمو السكاني في يعني يجب أن تكون هناك ثقافة مجتمعية لكيفية النمو السكاني السليم. يجب أن يكون نحن نسكن في واد ضيق للأسف، وأغلب يعني بلادنا هي ليست مسكونة، هي صحراء، هي طبعا فيها موارد طبيعية، فيها يعني بترول، فيها غاز، ونستفيد منها استفادة كبيرة، لكننا في قدرنا أننا نعيش على ضفتي نهر النيل، وهي لا تحتمل عدد يعني متزايد من الكثافة السكانية، فضلا عن أننا لدينا 9 ملايين ضيف من دول عربية شقيقة ودول إفريقية شقيقة يعيشون عندنا يعني بكرامة. فيعني يجب معالجة ظاهرة يعني الزيادة السكانية بشكل سريع وآمن حتى يتم يعني معالجة الاستقرار والنمو الاقتصادي المترتب على تلك الظاهرة. الأمر يحتاج إلى ثقافة، الأمر يحتاج إلى توعية، الأمر يحتاج أيضا إلى مشاركة البرلمان بتشريعات جديدة يمكن الاستفادة منها في ضبط عملية الزيادة السكانية. وفي الأول وفي الأخير نقول أن مصر كانت قادرة وستظل قادرة على الصمود في مواجهة أزمات عالمية كبيرة كما قال السيد الرئيس اليوم. نعم دكتور أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك، وبالطبع مشاهدينا مستمرين معكم على شاشة النيل الأخبار لمتابعة كل الجلسات والفعاليات في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية المنعقد على مدار هذه الأيام بداية من اليوم. هنا تنتهي هذه الحلقة من النيل مباشر، شكرا لكم، وتغطيتنا معكم ما زالت مستمرة. إلى اللقاء.